أما هلأ رح نروح لمحطتنا التالية ورح نحكي شوي عن فن من الفنون والأشكال البصرية المميزة، وهو فن النحت اللي بيجمع بين أكثر من خصائص من خصائص الفن بقطعة واحدة، بيقدر الفنان من خلاله أنه يترك أثر ممكن يعيش لسنين وسنين طويلة من خلال تمثال أو قطعة فنية منحوتة. رح نتعرف أكثر على تجربة فنية مميزة مع ضيفتنا اليوم بالاستوديو الفنانة لبانا شبيب. أهلا وسهلا فيكي أستاذة لبان. أهلا فيكي. سعد صباحك. صباحك يا رب. تمام، كيف الوضع برا؟ خبرينا كيف طقس؟ برا مطر ومغيمة. مع شتاء رجعت الشتوية بعد الصيف. تماما. سمونا أصغر شتي بياض. سعد صباحك لبانا، شرفتينا لليوم. خلينا هيك بداية عارفين عن حالك أكثر. أنا مهندسة لبانا شبيب، خريجة كلية زراعة، كفيت تصميم وتنسيق حدائق، ولكن لما تخرجت كان في لسه عندي هذا الشغف من طفولة انه انا ما وصلت للبديع تماما. فمن انا وصغيره كان دائما يجذبني اللوحات، كل شيء طريقه وحشيه، روح حس اللون، لما اشوف ايام طبقات اللون روح حسها، انه افكر حلل انه الفنان هذا كيف عمل هاي الضربه، كيف طلع هذا اللون. ف طفولتي كنت دائما احكي لهم انه لا، انه انا عندي هدف، بعد ما اخلص دراسه بدي ادرس فن تشكيلي. وبالفعل تخرجت ورأسا رحت لمركز احمد وليد عزت للفنون التطبيقيه. الفكره كانت تحدي لي انه انا كنت ارسم، هل انا قادر انحت؟ استهوتني القطع اللي كانوا ينحتوا، استهواني الصلصال. هل في الرسام النحات هو رسام؟ تماما، اكيد لازم أكيد يكون ضروري. اكيد اكيد هو أكيد. احد ادوات النحات هو الرسم. طيب لبانا، يعني اليوم جايبتي لنا شويه نماذج. نعرف طبعا المنحوتات تختلف، وخليني اقول الخامات اللي أكيد. بينشغل عليها، وهون بيتميز اكيد قدره الفنان. هلا كثير ناس بيقولوا يا ترى بنت بتقدر تنحت بالصخر مثل الشاب، ولكن هي الادوات، مدى قدرتك من انك انت تكوني طوعي هذا الحجر بادوات معينه. خلينا احكي شويه عن المنحوتات الموجوده. تماما. هلا الفكره نحن دائما هاي بنواجهها انه بنت وقادره تنحت. صحيح. الفكره انه الفنان هو شخص مبتكر، يعني انت حتطوعي الادوات بحيث تخدم لك الموضوع تبعك. الفنان ما له شخص محدود، يعني حتى انت مثلا اوكي ادواتك، حتى لو بدك تستخدمي صاروخ، مطرقه، زميل، الخ الخ، ولكن زي ما عم بقول لك دائما انت تبتكري طريقه تخدمي فيها او تطوعي فيها هيدي الادوات، او تبتكري ادوات جديده تخدم لك موضوعك. هلا اليوم لبانا يعني انثى ونعومه كثير، فانا ماني عم بتخيل منظرك حامله هذا الازميل وقاعده الطرق. يعني اليوم كنا حابين نشتغل شيء على الهواء، ولكن قلنا اليوم يعني حاجه الاصوات لبرا، فمره ثانيه هيك بنشتغل شيء. سلمى خلينا نشوف هدول زعلانين من بعض. زعلانين؟ ليه زعلان هاد؟ ختيار وختيارة. تماما، هن تيتا وجدو. تيتا وجدو؟ تماما. فهي الفكرة زي ما شوفوا، خذوا لنا تيتا وجدو لنشوف ليش زعلانين. الفكرة انه في لغة بصرية بيناتهم. تمام. يعني في تيتا وفي جدو، اثنين عم بيحكوا بعض، عاشوا حياتهم كلها مع بعض، ولساتهم مكفين طول الوقت مع بعض. تمام؟ تيتا وجدو كنت بعرفها. خليهم شوي تيتا وجدو، بناخذهم على الهواء أكثر. معلي؟ كنت عارضت بأحد المعارض وأحد الأشخاص سماهم روميو وجولييت، لفتوا انتباهه. تماما. هنون تيتا وجده بيتفقوا بهذا العمر. دائما يعني. ممكن. طبعا تيتا وجده كان التكنيك تبعه هو نحت مباشر. نحن كنحت في عنا تكنيك، فينا نزلون؟ اي طيب اكيد. في عنا تكنيك، يا اما نحن بناء مباشر او النحت المباشر. البناء المباشر هو نحن بنستخدم الماتيريال الاساسيه تبعه، صلصال، ممكن ماتيريال ثانيه مثل الجبصين، اشياء تطاوعك وانت عم تشتغلي فيها، او النحت المباشر. النحت المباشر عندك ثلاثيه الابعاد، بتصيري انت بتقصي فيها مثل مبدا النحت على الحجر، النحت على الخشب. على الخشب، صحيح. تمام، فكانوا هدول النحت المباشر. خلينا نروح لهون، وهذا طبعا نحت مباشر فينا نقول؟ لا، العمل الثاني هو هو صعب شوي وتقيلة، وأكيد ما رح أقدر أحملها، بس رح أقربها شوي مشان بياخدها زميلنا عمار، بيقدر ياخدها لوحده. ايه تفضلي. تمام. هلأ التكنيك اللي استخدمته فيها كان بناء مباشر، نحت على الصلصال. بعد النحت على الصلصال نحن عنا مرحلتين، مرحلة القالب وسحب النسخة. تمام. فهي بنقول عنها الصب والتشكيل. فأنت تمام، التشكيل عندك بالصلصال بعدين الصب. قد ايه بتاخذ وقت معك لبانا هاي القطعة؟ حسب العمل. هلا هي تقريبا اخذت معي بحدود 3 شهور، بس مش ما كان متواصل.
من عندك هي من عندك بس نفتل هي شوي عند ياخدها على الكاميرا. تمام طبعا هنيك اذا بنفتلها كمان شوي بس لنرجع لها. لا بعد اذنك بالعكس نفتلها هيك. ايوه بالعكس كمان كمان ساعده خلص. تمام الفكره في اثنين ساندين بعض اذا بتلاحظوا الطريقه المستخدمه فيها هي طريقه النحت التجريدي تماما. وبالاضافه في سمبله. السمبله هي عم تحكي عن الحياه واثنين ساندين بعض كمان طول الحياه. حلو ما فينا بدون ما حدا يسندنا فحلوه الفكره. خلينا نروح للكف. هذا الكف شفناه كثير خلينا نحكي شوي عنه. تماما هذا الكف الطريقه او المدرسه اللي بعتمدوها فيها هي كتكنيك المنحوته ككل هي طريقه سرياليه. تمام الايد هي عم تعبر انا سميته للعمل كنت ايمان. الايد عم تعبر عن ايمان هيدي الانثى اللي جوا اللي هي حاضنه ابنها عم تحمي. تماما فالتكنيك كمان تبعه كان بناء مباشر والماده الماتيريال المستخدمه بالصب هي الريزين. خلينا هيك نحكي بشكل سريع وبشكل عام. تمام. عن مشاركتك ضمن المعارض شو عطت لوانا لليوم؟ اكيد حفزتك وعطيتك دفعه لقدام. تماما هلا الفكره انه انت لما تشاركي بمعرض دائما انت في عندك بتسمعي من اشخاص شو كيف عم يتفاعلوا ايجابي سلبي. تماما بالنهايه انت عم تقدمي رساله عم تقدمي رساله ضمن عمل احساس تعبير في موضوع معين عم تقدمي. فلما عم تسمعي من الاشخاص كل واحد شو ردت فعله فانت عم تعرفي قد ايه عم توصل رسالتك قد ايه انت لسه بحاجه قد ايه المساحه المفروض تطوري فيها بعد. أكيد. فكل مشاركة عن مشاركة أكيد حضف لك شيء تفرق. أكيد حتعطيك تماما مرحلة لقدام بعد أكثر. لبانا يعني مو بس المعارض هي بتكون مثل ما بنقول مساحة حلوة للفنان أو النحات أنه هو يتعلم ويشوف تجارب أخرى. العمل الجماعي كمان هو عمل كتير مهم وخصوصا للفنانين تماما. وبالأخص النحاتين. يعني أنت من الشباب اللي شاركوا ضمن اللي نحتوا خلينا نقول نفق تماما. الظلام والإرهاب بجوبا وحولوه لصورة من صور الإبداع والإشراق والحضارة واللي أصبح بصمة حاليا الناس كلها عرفت فيه وكان لنا حصة خاصة بالإخبارية السورية بتوثيق هذا العمل. خلينا نحكي عن التجربة والعمل الجماعي قد ايه مهم أيضا. العمل الجماعي كتير مهم خصوصا لما أنت عم تكون عم تحكي بمجال العمل الفني لأنه بصير في عندك تنوع. أنا كل حدا صعب العمل الجماعي لما يكون في تكنيك كذا حدا عم يشتغل تقنية مختلفة ولكن كل واحد عم يضيف شيء العمل في تماماً. هوية يعني تماما كل واحد عم يضيف لك شيء لنفس العمل لنفس الموضوع لنفس الرسالة. بس لما يكون كل أعضاء الفريق كلهم متفقين على هدف على رسالة واضحة أكيد حتوصل لنجاح ونجاح الجماعي دائما أجمل بكثير من النجاح الفردي. طيب لو أنا هيك بالسؤال سريع وإجابي أسرع اليوم أنتوا كجيل شباب شو بحاجة كنحاتين؟ نحن بحاجة لدعم لانه اغلب العالم عم تتخرج من المراكز الفنيه كان مثلا مركز ادهم اسماعيل او احمد وليدات الذات خزافين نحاتين رسامين بالاخص خليني نخص النحت والخزاف ما بيلاقوا المساحه المطلوبه بالرسم. انا ممكن لاقي زاويه بالبيت حط فيها المرسم واقعد ارسم او بالخط العربي النحت بده مساحه ومكان. مساحه والمكان هي اصعب شيء خصوصا انت عم تعملي مع ماتيريال الى روائح الى متطلباتها الى الاشياء البيئيه الخاصه فيها فالمساحة هي كتير مهمة. أكيد نتمنى دائما رشا يكون موجود المساحات المطلوبة تماما. ولو كانت الملتقيات شوي خجولة صحيح. نتمنى يكون وقت أطول ومكانة أطول كل إضاءة عليها إن كان إعلاميا أو من المجتمعات الأهلية أكثر. اليوم أنتوا عم تنقلوا رسالة من العصور الأولى تماما. لليوم تماما. لبانا شكرا كتير لوجودك وتحية هيك فردا فردا لكل المجموعة اللي عم تشتغلي معها. إن لقاءات تانية بصباحات تانية يوم هيك أخذنا شوي الوقت ضمن الاتصالات بسبب العواصف. شكرا يا لبانا شكرا لكم.